مساء الخير والسعادة على حضراتكم، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج التاسعة. امبارح كان حصل عطل فني في الفيسبوك، ناس كتير ابتدت تشوف التايم لاين بتاعها مش شغال، بتحاول انها تعمل بوست، تحط صورة، تحط تعليق عند حد مش بيشتغل معاها. في الأول الناس افتكرت زي ما دايما لما بيحصل عطل تقني في فيسبوك أو واتساب أو غيره، بنتخيل ان المشكلة دي عندنا وبعدين نبتدي نسأل اللي حوالينا فنعرف انه المشكله لا مش عندنا احنا لوحدنا. واضح انه في عطل تقني في الابلكيشن اللي انا بستخدمه. الحقيقه انه كمان اكيد تابعته النهارده على مواقع التواصل الاجتماعي، الناس كلها بتتكلم عن مساله انه طلبات الصداقه اللي اتبعتت لناس من غير ما انا ابعتها، لمجرد انه انا فتحت الاكونت بتاعهم او عملت بحث عنهم، وده يعني حاجة يعني خدت جدل كده كبير بين الناس. وطبعا المصريين ابتدوا بقى الكوميكس على الموضوع، والناس بتتكلم على انه انا ما جاليش ولا طلب صداقة، ايه ده، ما حدش بيدور عليا وغيره وغيره وغيره، والناس ابتدت عايزة تفهم ايه اللي بيحصل. وكنا دايما نشوف لينك كده يقولك ادخل عليه تعرف مين زار البروفايل بتاعك، وده يهم ناس كتير انه اعرف مين اللي بيحاول يراقبني او مين اللي بيحاول يعرف معلومات عني. واعتقد انه الخاصيه دي موجوده في تطبيقات تانية زي لينكد ان، فهل ده مش عطل تقني وده يعني خاصيه جديده بيعملها مارك في الفيسبوك؟ هنعرف ونفهم كل حاجه من المتخصصين. معانا دلوقتي على التليفون المهندس احمد السخاوي خبير امن المعلومات. مساء الخير على حضرتك، وماذا يحدث في الفيسبوك؟ وده عطل تقني ولا دي خاصيه جديده الناس بتسال؟ مساء النور طبعا استاذه هدير، اهلا بحضرتك كل السادة المشاهدين. الحقيقة شركة فيسبوك عودتنا الفترة الأخيرة عن أعطال غريبة وفيتشرز أغرب بيحصل فيها أعطال أقل ما توصف بيها إن هي كارثية. بنقول ليه كارثية؟ لأن في طبعا بعض المستخدمين، وبنقول بعض وليس كل، لأن مش كل الناس حصل ليها المشكلة دي. في ناس حصل عندهم انقطاع جزئي لبعض خدمات فيسبوك أمس من الساعة 6 أو 7 كده بتوقيت مصر. بدأت كل المشاكل تظهر، أولا عن طريق إن كان في عدم وصول للبوستس، عدم وصول للمنشورات الحديثة على فيسبوك بشكل أوتوماتيكي أو بشكل يعني في نوع من أنواع التحديث. طبعا كان في مشكلة كبيرة جدا اللي الناس كلها بتتكلم عنها، وهي مشكلة وليست فيتشر جديدة أو هي ميزة جديدة، هي مش أي حاجة من الكلام ده، هي فقط عيب وخلل في سيستم فيسبوك. ليه بنقول كده خلل؟ لأن وفقا للبوليسي بتاعت فيسبوك ممنوع إن حد يعمل مثلا طلب صداقة بدون ما يكون عارف حاجة زي كده، أو عنده علم مثلا إن الحساب بتاعه عمل آد لفريند تاني أو عمل إضافة لصديق تاني، لأن ده طبعا ضد مبادئ وضد سياسة الخصوصية اللي فيسبوك طبعا بتتكلم عنها دايما، وبتقول إن احنا عندنا أقوى تشفير موجود للرسائل على غرار طبعا تطبيق واتساب الشهير الخاص بيهم، اللي دايما بيقولوا إن احنا عندنا تشفير إند تو إند، وهو تشفيرات إن لازم الرسالة تكون مشفرة من المستخدم للمستخدم وإنه محدش تاني بيطلع عليها. مظبوط. فطبعا المشكله الكبيره اللي حصلت امبارح دي خلت ناس كتير جدا تسال، طيب هي المشكله عندنا احنا بس؟ طب معلش يا باشمهندس، هو في اي بيانات رسميه خرجت عن فيسبوك بيخص المشكله؟ لحد من ساعه انا دخلت، وتقريبا برضو لحد اللحظه دي لا يوجد اي بيانات موجوده وفقا لموقع فيسبوك او حتى شركه ميتا الشركه الام لفيسبوك واتساب وانستغرام اتكلمت او نبهت او اعتذرت او قالت. وده خلى في بعض الناس هناك، النقاد في سيليكون فالي هناك، قالوا والله يا جماعه طب ما يمكن دي مقصوده. صحيح، احد استخدامات الذكاء الاصطناعي في الفيسبوك، الناس متخيله انه ده الوضع. صحيح جدا. ففي ناس كتير جدا بتقول طب ما يمكن مقصوده من فيسبوك، نظرا لانهم عايزين يبقى في كلام اكتر على فيسبوك، في انقضاء مده اكبر للمستخدمين على فيسبوك، بالتبعيه طبعا بتتحول لربحيه في الاعلانات الخاصه بيهم اللي بالتاكيد بتضر مبالغ عاليه جدا 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 كارباح لفيسبوك. وطبعا ده مش كلامي، ده كلام جماعه طبعا الاقتصاديين، وده كلام كمان الارباح الخاصه بالشركه اللي قالت ان جزء كبير جدا منها في الاعلانات. طيب الناس تعمل ايه؟ ده سؤال مهم جدا. الناس تعمل ايه؟ ومتى ممكن يحصل فعلا اصلاح للمشكله دي؟ مبدئيا اعرف ان اي صديق انت ممكن، او اي حد سوري مش صديق عندنا واحنا ممكن ناكسس على بروفايله، انت هنا في مشكله، ومشكله كبيره جدا، لان انت ممكن تحرج نفسك معاه
وده يعني خلينا نكون واقعيين، في ناس احرجت كتير جدا جدا نظرا طبعا للحاجه اللي حضرتك لسه سالفه ذكرها دلوقتي، وهي موضوع مين بيراقب بروفايلك، مين بيدخل يشوف الحساب بتاعك، مين بيعمل كل ده، كلام مهم جدا. فاحنا ممكن نتحرك مع حد لو احنا ممكن نكون بندخل مثلا نطمن عليه او نشوف هو بيعمل ايه. طيب في الحاله دي هتدخل على قائمه الاصدقاء بتاعتك، وهتدخل تعمل حاجه اسمها سي اول او مشاهده الكل. هيجي لك طلبات الصداقه اللي حضرتك استلمتها، هتلاقي فيه في الجنب كده في طلبات اللي تم ارسالها. حضرتك هتاكد حتى عليها. لو اتوافق عليها يا باشمهندس هتفضل باينالي؟ لا، لو اتوافق عليها خلاص هلاقيه خلاص في الاصدقاء، في قائمه الاصدقاء. طيب في حاله ان الناس دي ما قبلتنيش لسه، هلحق بقى تدارك الازمه دي، لان طبعا موضوع محرج جدا، يعني معظم الناس محرج جدا. هندخل على الطلبات اللي تم ارسالها، واي طلب صداقه حضرتك ممكن تكون شايف انك ما بعتوش او ما يتمش ارساله على مسؤوليه حضرتك، فورا هيتمسح نظرا لمنع اي احراج ممكن يكون متواجد. موعد اعلان ان العيب ده او الخلل ده هيتصلح امتى؟ ده لم يتم اعلانه، يعني هو ما انتهاش يا باشمهندس، عشان كان في برضه كلام انه ده انتهى لحد اللحظه. انا جربت على صفحتي الشخصيه وجربت اكسس على بروفايل ناس ثانيه، بعد ما بعمل ريفرش بسيط كده للحساب اللي انا متواجد عليه بلاقي نفسي انا بقيت ضايفه وعامل له اد فريند او عامل له اضافه بالمعنى المتعارف طبعا عليه كمصريين، وانا بقيت طالبه للصداقه. طبعا طيب. ده عايز اسالك كمان يا باشمهندس، هو ده ينفع يحصل او ممكن يحصل مثلا في تطبيقات ثانيه زي انستجرام ما يتابعها برضو لنفس الشركه؟ هو يعني الامر غريب جدا ان دايما لما بيحصل اعطال بتسمع في كل التطبيقات، وده حصل قبل كده فعلا واتساب وانستجرام، ولكن المره دي هو فيسبوك فقط، وده مخلي زي ما قلت لحضرتك في كلام كتير جدا حول ان كان في يعني قصد للعطل ده تحديدا. صحيح. وهو عطل مقصود وليس عطل، يعني طبعا في ناس كتير جدا بترجع الامر خلل وعطل طب او عطل مثلا تقني او مثلا مشكله داخل فيسبوك، بس ده طبعا كان بيأثر على باقي التطبيقات. طب هو ليه تطبيق فيسبوك فقط لا غير؟ وهنا هو ده المحل شك كبير جدا اللي ناس كتير جدا بتتكلم عنه انه مقصود ومقصود بالفعل. هل ده ممكن يكون يا باشمهندس انه مثلا اشارات لانه فيسبوك تشتري مثلا شركه زي لينكدين لانه هي عليها الخاصيه دي؟ الحقيقه هو يعني فكره ان يبقى مثلا اعتماديه مثلا، لان ده ممكن يكون قصد حاجه ثانيه، هو ده غير معلن، وبصراحه انا برضه ما اقدرش اجزم بيه، ولكن اللي انا يعني احنا شبه متاكدين منه نظرا لان فيسبوك لم يعلن حتى الان، فيسبوك متعود ان هو عنده مصارحه ومكاشفه مع عملائه ومع مستخدميه، ان بيكون في نوع من انواع الصراحه، احنا عندنا مشكله وجاي حلها، فده لم يتم لحد اللحظه. طب ليه؟ طب هنا طبعا هنا السؤال اللي انا بكلم حضرتك دايما فيه هو فكره ليه؟ فبناء عليه نخلي بالنا، اهم حاجه ناخد احتياطاتنا. خبراء امن المعلومات في العالم بيقولوا والله يا جماعه اعمل مصادقه ثنائيه، وخلي بالك من اي طلبات صداقه غريبه، خلي بالك من اي لينكات هتتبعت، كل الكلام ده طبعا كلام يعني بديهي جدا هنبقى احنا واخدين بالنا منه، ولكن النقطه الاهم في المشكله دي حاليا هي فكره انك تاخد بالك من طلبات الصداقه الغريبه اللي ممكن حضرتك هتبعتها عن يعني طبعا عن غير قصد، احنا مش هتنفع تكون عن قصد طبعا، ونخلي بالنا لان فعلا الموضوع محرج جدا جدا جدا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس احمد السخاوي خبير امن المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، شكرا جزيلا على وجودك معنا. طيب لحد ما يتم هذا الإعلان زي ما سمعتوا المفروض أنه نشوف قائمة الأصدقاء عندنا، نشوف لو تم إرسال طلبات صداقة مننا وما نكونش إحنا اللي عملنا ده، لازم نكون متأكدين من ده ونعمل unfriend لو إحنا ما عملناش هذه الطلبات، أو نلغيها لو كانت لسه الطرف الثاني لسه ما شافهاش. هنروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام مع حضراتكم، خليكم مستنيين. اهلا بحضراتكم من جديد. وزاره الزراعه بتستعد لموسم عيد الاضحى المبارك، يعني كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله، ربنا يعيد علينا الايام بالخير. والحقيقه ان الوزاره بتستعد قبلها بفتره علشان تطرح اضاحي حيه باسعار مخفضه بشكل كبير عن الاسواق، بالاضافه لطرح كميات
وفيرة من هذه اللحوم بتخفيضات، وكمان ده هيتم إطلاق معرض للسلع الغذائية من خلال ضخ كميات من جميع السلع في منافذ. خلينا نعرف مع حضراتكم إزاي بتستعد الوزارة لموسم عيد الأضحى المبارك من الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، ولو تحدثنا الأول عن هذا الطرح الجديد للأضاحي الحية، وتقولنا كمان هيكون موجود فين في المنافذ والتخفيضات. يعني الأول اسمح لي أشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. وطبعا يعني احنا عندنا دايما باستمرار في اهتمام كبير من الوزارة بتلبية احتياجات اخواتنا المواطنين، وان يكون دايما في استعداد للمناسبات والاعياد وما الى ذلك من توقيتات بيكون فيها زياده في الطلب من خلال زياده الطرح للكميات المتواجده او للمنتجات المتوفره في الاسواق. طبعا حضرتك تعلمي ان احنا عندنا حمله كنا سبق وتم اطلاقها لمبادره خير مزارعنا الاهالينا، وايضا كان في مجموعه منافذ موجوده اللي هي ال 243 منفذ الثابتين، اضافه الى مجموعه المنافذ المتنقله اللي عددهم بيتراوح حوالي 33 منفذ متحرك، والمعارض والشوادر اللي بيتم انشائها في ضوء مبادره خير مزارعنا لاهالينا، بحيث ان احنا نوفر احتياجات المواطن المصري. طبعا من خلال هذه الاماكن ومن خلال الاماكن الجديده اللي بيتم العمل على افتتاحها تباعا، بنحاول ان احنا نوفر لاهالينا المنتجات المختلفه باسعار مناسبه، وبيكون بتخفيضات بتوصل من 20 ل 30% في كل المنتجات، وبتكون الحقيقه المنتجات متميزه بجوده عاليه. وطبعا احنا عندنا المزارع التابعه للوزاره باذن الله هيكون في طرح الاضاحي الحيه، وهيكون في طرح اللحوم والمنتجات المختلفه تكون انواع اللحوم اللي موجوده ايه دكتور محمد؟ نعم فندم، انواع اللحوم داخل هذا الطرح؟ طبعا احنا عندنا انواع متعدده، يعني دايما بنكون حريصين على تنوع المعروض في المنافذ التابعه للوزاره. بيكون عندنا مختلف الفئات ما بين لحوم ظأن، لحوم ابقار وماشيه، لحوم محليه ولحوم مستورده، بيكون فيها قطعيات مختلفه بدرجات مختلفه، دايما بيكون في تنوع في الشرائح المقدمه علشان تناسب كل فئات اخواتنا المستهلكين، وفي نفس الوقت يبقى في تلبيه احتياجات مختلف فئات المجتمع، وده دايما بيكون الدور اللي احنا بنكون حريصين بيه، فبالتالي بيكون في تنوع كبير في الطروحات الموجوده داخل المنافذ المتاحه عندنا في الوزاره. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. طيب هنروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والحقيقه موضوع يهم ناس كتير، يهم اللي عنده كلاب ويهم اللي ما عندوش كلاب. على قد ما الكلاب كائنات لطيفة ومحبة ووفية للإنسان، ووجود الكلاب في البيوت بيفرق كتير وبيطفي الكثير من المحبة والسعادة على الناس اللي عايشة جوه البيت ده، لكن في ناس ما بتحبش، وفي ناس ما تقدرش على ده، وفي نوعية من الكلاب ما ينفعش حد يربيها ومش بمزاجه إنه يقتنيها. نوعية من الكلاب هي أصلا مخصصة للحراسة، وبتكون شرسة على إنها تتعامل مع الإنسان أو حتى تتعامل مع أنواع تانية من الحيوانات. لكن اللي بيحصل واللي بقينا بنشوفه مؤخرا والحوادث الكتيرة اللي بتحصل في المجتمع داخل المجمعات السكنية، إنه بنلاقي أنواع شرسة، بيتبل وغيره، روتفايلر، يعني أنواع كتيرة مش المفروض تكون موجودة. بتستخدم الأنواع دي أصلا، لها استخدامات عسكرية، لها استخدامات قتالية، يعني يمكن كمان الماستيف البرازيلي من اشهر الانواع دي. كلاب عندها مشاكل في السلوك وعندها مشاكل انها ممكن تعتدي زي ما بقول لكم على الانسان وعلى الحيوانات التانيه، لكن في ناس بتقتني الكلاب دي لهدف الحراسه او لغيره، لكن الحقيقه انه ده بيعرض حياه الكثيرين للخطر، وده شفناه في حوادث كتير الفتره اللي فاتت، ويمكن كان اخرها حادثه الاستاذ محمد محب الله يرحمه طبعا ويصبر اسرته، إنه أسرة تفقد عائل الأسرة لهذا السبب شيء مش مقبول تماما، ومسؤولية على الجميع الحقيقة. حتى الكلاب الضالة اللي موجودة في الشوارع، الناس ابتدت تاخد خطوات غير إنسانية وخطوات ما حدش يقدر يقول إنها صحيحة، لكن أحيانا بيبقى من خوفهم، هو خايف من مهاجمة الكلب ده ليه، خايف على أولاده، فابتدوا وده حصل إنه الناس تحط سم للكلاب، وده شيء غير مقبول ابدا، يعني انه ده يحصل. فلازم يكون في حل، ولازم يكون في قوانين منظمه تحمي حياه البشر وتحافظ على هذا الحيوان، لانه احنا طول الوقت بنتكلم على الرفق بالحيوان،
فاحنا لا عايزين الحيوانات لو هو حيوان مفترس يضر غيره كانسان او يضر حيوان تاني. ايه اللي بيحصل وازاي الدوله تفاعلت مع الموضوع ده؟ كان في قانون في مجلس النواب، الحقيقه انه تم التصديق على هذا القانون خلاص بشكل نهائي ينظم حيازه الحيوانات الخطره واقتناء الكلاب. ازاي ده بيحصل وايه العقوبات اللي المفروض هتطبق والموضوع هيمشي ازاي؟ هنعرف دلوقتي معانا على التليفون النائب احمد السجيني رئيس لجنه الاداره المحليه بمجلس النواب. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وعايز اعرف ازاي هيتم تطبيق هذا القانون؟ يعني انا قبل ما اشتري كلب هعمل له ترخيص ولا هو نوعيه معينه من الكلاب اللي اصلا انا مش عارفه هي بتدخل ازاي؟ هل الموضوع ماشي بالتنسيق مع الطب البيطري؟ لو حضرتك تحطنا في الصوره. اولا مساء الخير استاذه هدير، والحقيقه انا عايز احييكي تحيه خاصه على المقدمه والتشخيص اللي انت تحدثت فيه في المساله برمتها، سواء الحيوانات الخطره او الكلاب الشرسه او الكلاب المحيزه او حتى مشكله الكلاب الضاله. أشكرك. واضح ان سيادتك يعني قريتي في المساله بشكل جيد، وهو تشخيص انت على حق فيه، وانا مش عايز اكرر الكلام اللي انت قلتيه لان انا موافق عليه تماما. لكن اللي انا عايز اوضحه ايه؟ الحقيقه ان هذا التشخيص احنا الحقيقه وقفنا امامه من 4 سنين. وكان بدايتها طلب احاطه في مدينه الطور بجنوب سيناء كانت بخصوص الكلاب الضاله. وفوجئت بقى طبعا بان الدنيا الحقيقه عقدت لها جلسه، وثم بعد كده جلسه استطلاع ومواجهه كانت موسعه جدا في المجلس السابق. ولقيت ان الموضوع له كل الابعاد اللي حضرتك اتكلمت فيها دي. وبناء عليه حدث من المجلس النواب في الفصل التشريعي الاول، ثم استكملنا العمل، كان لنا نصيب ان احنا نكمل المهمه في الفصل التشريعي الثاني اللي احنا اللي هو المجلس الحالي، في ايجاد الحلول اللي هي بيها بعد كده نضع بيها تشريع، الى ان انتهينا الى شكل منظم للعمليه الدوله تقدر تواجهه وتقسم لثلاث اقسام. الجزء الاول ينظم مساله الحيوانات الخطره، ودي عملنا لها طبعا زي ايه؟ زي الاسود، زي الزواحف، زي كل انواع الحيوانات الخطره البعيد عن الكلاب الاول. فدي طبعا دي محظوره الا باستثناءات معينه زي المراكز البحثيه، زي الشرطه، زي القوات المسلحه. يعني دي مؤسسات لابد ان هي تستخدم مثل هذه، اما افراد او كائنات خاصة لا، مش المفترض ان هي تتعامل. الجزء وبيبقى عندهم المدربين الخاصين بيهم اللي يقدروا يتعاملوا مع النوعية دي من طبعًا الكلاب. طبعا طبعا دي مؤسسات سلطوية من مؤسسات الدولة، و يعني لها اليات معينة للتعامل مع مثل هذه الحيوانات الخطرة. نيجي بقى على موضوع الكلاب. الكلاب الحقيقة فيها شقين، الكلاب الضالة، وزي ما حضرتك قلتي أزمة وتزايدت بشكل كبير جدا خصوصا بعد ثورة يناير، لأن البناء العشوائي في فترة السنين اللي تلت ثورة يناير بقى يعني زي ما كلنا عارفين فيها هرولة كبيرة جدا فيه، وفي إفراط كبير جدا فيه، فأدى إلى عدم التخطيط في مسائل زي إيه؟ زي مثلا المقالب العمومية للتعامل مع القمامة. وبالتالي أزمة الكلاب الضالة الحقيقة بقت في تصاعد كبير جدا. التعامل معها تعامل ارتجالي، يجي كلب يعض طفل، يطلع العمدة أو يطلع رب الأسرة بالسلاح بتاعه، بالعصاية بتاعته، بالسم اللي موجود، لأن بيكون طبعا المشهد صعب، طفل متشوه تماما، فتحصل ممارسات اللي احنا ما نقبلهاش، واللي هي طبعا مش مجرد جمعيات الرفق بالحيوانات، لا، احنا كمواطنين عاديين ما نقبلش ان حيوان يتعذب بطريقه، لكن انت برضو في مجتمع وفي ردود افعال. فطيب يا جماعه مين السلطه المختصه اللي تتعامل مع موضوع الكلاب الضاله؟ وتتعامل معاه ازاي؟ فقلنا في الماده 23 ان السلطه المختصه هي سلطه الطب البيطري، وتتعامل معاه وفقا للمعايير العلمية والمواثيق اللي مصر موقعة عليها اللي صادرة من المنظمات الأممية الدولية. يعني إيه؟ يعملوا إيه؟ يعني يجمعوا الكلاب ثم يفرزوها، ثم بعد ما يفرزوها اللي عنده سعار ومرض
خطير زي السعار ما نقدرش، وهم سامعيني وعارفين الكلام ده، وسألتهم في جلسات الاستطلاع الكلب اللي عنده سعار بتتعاملوا معه ازاي؟ فالإجابة هو التخلص الرحيم. كان لازم أروح للإفتة، دار الإفتة، عشان أخد إجازة بهذا الأمر في التخلص من الكلاب. يعني شوف إحنا وصلنا لأني مستوى. ففعلا الإفتة جت وأصدرت بيانها المعلوم لدى الجميع أن يجوز التخلص الرحيم طالما المرض مرض خطير لا علاج له، لكن بطريقة خلاص فيها رحمة برضو. أعتقد ده اللي أكيد أتأكد عليه دار الإفتة. لا ده مش كده، ده هم المواثيق. احنا في العالم متفق مع بعضه، العالم كله، الدول الغرب واحنا ومتفقين مع بعضهم ايه آلية التخلص الرحيم. مش العملية مش متسابة كده، عشان كده احنا في المادة دي، ودي مادة في القانون في صلب التشريع وليست في اللائحة التنفيذية، بتلزم سلطة التعامل مع هذا الأمر وفقا للمعايير الصادرة من مثل هذه المنظمات. خلاص انا كده اطمنت كمشرع. ايه عظيم. تاني بعد ما يعملوا عمليه الفرز يتبقى عندنا الكلب العادي، بيطعموه وبيركبوا له الشريحه وبيعملوا له عمليه تعقيم او اخصاء عشان التكاثر ما يتمش تاني، ويعيدوا اطلاقه مره اخرى عشان يحدث نوع من انواع برضو التوازن البيئي، ما اقدرش اسحبهم مره واحده كده. دي البروسيس اللي هي الناس في العالم كله ماشيه بيها. طيب احنا بنقول كده وبنلاقي تعاملات في بعض الوحدات المحلية ممكن تكون بتعمل خلاف اللي انا بقوله، بقولها لك اهو على الهوى، اللي بيعمل خلاف اللي انا بقوله يبقى عنده الحقيقة تجاوز في التصرف، ودي حالة فردية تستوجب المساءلة، ولا المشرع اصدرها ولا الحكومة كمجلس وزراء وكوزارة مختصة اقرر فيها. دي تصرفات فردية بنتعامل مفترض الحالة بحالتها. طب سيادة النائب، وانا لما اشوف التصرفات الفردية دي وانا غير راضي عنها المفروض اعمل ايه؟ اتوجه لمين واشتكي لمين؟ والناس هنا اكيد حضرتك بتتابع، لما يعني الحادثة بتاعت اي كلب مفترس او شرس دي ما بتحصلش مرة واحدة، غالبا بتلاقي السكان اشتكوا مرة واثنين وثلاثة واربعة. احنا الاول بنتكلم استاذة هدير في الكلاب الضالة لسه، مش كده؟ يعني احنا ما هو اعتقد انها هتبقى نفس الجهة اللي انا هروح اشتكي لها لو شفت السلوك ده، او السلوك انه حد مثلا بيسم كلاب او غيره. لا، الكلاب الضالة ملهاش صاحب. اما الكلاب المحيزة ليها صاحب. فالكلاب الضالة لو في اي سلوك تجاه إزاء الكلب، أولا المادة 305 بقى لها أنا وزملائي قدمناها، لا ده في قانون العقوبات. وده يوري لك إن في ما فيش فراغ تشريعي، ده في مظلة تشريعية موجودة. مادة 355 من قانون العقوبات بتجرم إزاء الحيوان، وتصل العقوبة أحيانا للحبس. فبالتالي هنا السلطة المختصة في الإزاء، والنيابة العامة الحقيقة طلعت، يعني احنا قبل إصدار القانون ما كان في مواطن اللي هو لو تفتكر حضرتك اللي ربط الحيوان وسحله بالتروسيكل والكلام ده أخد حبس، ما أخدش غرامة 200 جنيه، لا ده اتحبس. فهنا يعني الدولة انتبهت الحمد لله، وبشكل رغم كل التحديات التانية اللي بتواجهنا من أزمة اقتصادية لكذا، لكن لا برضو إذا كان في آفة بتواجه المجتمع في منحة من مناحي بنقف لها. فالكلاب الضالة هنا هختم كلامي فيها إن هتاخد وقت. ليه؟ لأن هو الطب البيطري طلب عشان يبدأ يعمل العملية اللي أنا قلتها لك مبالغ وتمويل كبير الحقيقة، لأنها عملية مش سهلة، عملية الجمع وجراحين بيطريين يعملوا العملية، ويعني شغلانة برضو. احنا بنتكلم كده بسهولة في التليفون، لكن لما تيجي تاخديها على أرض الواقع عايزة ملحمة كبيرة جدا. فمحتاجين فاينانس للمسألة. فابتدينا من مزايا هذا القانون ان انشئ حساب خاص. حقيقة وزير المالية والوزراء المعنيين اتفقوا وتوافقوا على انشاء حساب خاص، نقدر احنا نطمن على ان في موارد داخلة للطب البيطري للإنفاق على هذه العملية. هتاخد وقت قد ايه؟ هم مقدرين لها في حدود 6 سنوات. طيب ده فيما يخص الكلاب الضالة سيادة النائب. الكلاب الضالة انا عايز اروح لمسألة الكلاب اللي يعني ليها بقى شخص معين بيقتني الكلب، عشان بس ده مهم جدا بالنسبة للناس، لانه الناس بتحس
انه انا بفضل اتكلم مع صاحب الكلب ما بلاقيش سبب، ما بلاقيش رد منه، لحد ما لا قدر الله بنشوف كوارث ويعني ارواح بتروح بحوادث كبيره. واكيد حضرتك متابع ده، القانون صحيح. جاي ينظم ده، الناس تعمل ايه والقانون هنا يعني ازاي يخدم قبل حدوث المشكله؟ لانه اللي حضرتك بتقوليه ده حقيقي. مقتني الكلب او حائز الكلب من حبه لهذا الحيوان الوفي تحول الامر الى نوع من انواع عند البعض تبلد في مساله احساسه بجاره واحساسه بالاخر. ولما حضرتك زي ما قلتي بتيجي تشتكي له انصحيه مره واثنين وثلاثه، تخبطي عليه لو سمحت يا جاري، سواء كان في عماره او في شقه او في كومباوند او اي مستوى، حتى في المناطق الشعبيه صحيح. يقول لك مره حاضر 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 الى ان يحصل نوع من انواع المشاكل اللي احنا رصدناها. التشريع الحقيقه الزم الحقيقه هذا الحائز بالاتي. اولا المادة الخامسة من القانون ألزمته أنه هو لازم يراعي هذا الكلب، وفر له المطعم المناسب، المسكن المناسب، التطعيم والأدوية، التدريب اللازم. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يبقى ده كده حرص من الإنسان ومن الدولة المصرية على الرفق بالحيوان. نيجي بقى الجزء اللي خاص بالالتزامات تجاه الآخر. الآخر ده هما اثنين، الدولة وزميلك المواطن. الدولة هنا الريجليتر بتقول لك حبيبي انت عايز تبقى معاك كلب لازم تتحمل مسؤوليته، عشان انا اطمن انك متحمل مسؤوليته لازم تجي لي ترخص الكلب ده وياخد التطعيمات اللازمه، وابقى انا عارف عندي شهاده بيانات هذا الكلب، الكلب ده نوعه ايه، عمره ايه، مين اللي بيرعاه، عنوانه فين الى اخره. يبقى ده الزام. الامر الثاني تجاه المواطن اللي هو جارك، مسألة بقى انك تسيب لي الكلب كده طايح في الشوارع، هنا بقت مجرمة. عايز تخرج تصطحب الكلب لازم يبقى سن 18 سنة، الكلب يبقى مربوط إلى آخره. ثم الدولة قالت إن هي هتعمل جداول، ودي احنا في التشريع خليناها أستاذة هدير مرنة. ليه؟ لأن طبعا الأنواع كثيرة واحنا كنا بس الأنواع المحظورة دوليا سيادة النائب معروفة وبتباع على الانترنت وبتباع في سوق الجمعه وده بيحصل وموجوده يعني في وسط الناس وفي وسط كل التجمعات السكنيه. هل دلوقتي التشريع الجديد ده هيخليني لو انا رحت اشتكيت على صاحب الكلب اللي باين من سلوكه انه الكلب ده عدواني في تغيير هيحصل، ولا لازم اوصل لمرحله انه يحصل اذى واذى كبير ممكن يوصل للوفاه علشان صاحب الكلب يحاسب او يعاقب؟ طبعا احنا في مرحله انتقاليه لتوفيق الأوضاع بالنسبة للي عنده مثل هذه الأنواع من الحيوانات اللي دخلت جدول ومعروفة زي ما حضرتك قلتي في العالم كله إنها حيوانات شرسة وإنها مؤذية، فبالتالي لازم يروح يسلمها للسلطة المختصة. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، الحقيقة ليه خليناها مرنة في جدول؟ يعني ليه ما خليناش الجدول في صلب القانون؟ خليناه إن هو يستحدث، لأن إحنا رصدنا إن مثلا تيجي يقول لك البيت بول محظور، يقوموا عاملين إيه بقى؟ يبدأ يهجن لك، يدخل لك سلالات معينة على البيت بول ده، فالبيت بول ده يطلع منه حاجة يعني إيه، نوع مختلف شوية. فهنا المتخصصين محتاجين إن هم دايما ينظروا ويحدثوا هذه الجداول. احنا قلنا انها ما دي وظيفه الطب البيطري سياده النائب، وده ممكن يعني يتعمل بسهوله من خلال الطب البيطري، ولابد انه ده يفعل ويفعل على وجه السرعه لانهاء الازمه دي، عشان ما تتحولش مساله انه الناس اللي بتحب الكلاب وبتحب انه يكون معاها حيوانات اليفه في البيت لكوارث انسانيه زي اللي احنا كنا بنشوفها، وده اللي احنا بنتمناه من القانون الجديد. سياده النائب احمد السجيني رئيس لجنه الاداره المحليه بمجلس النواب، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. سيب حضراتكم دلوقتي مع فاصل ونرجع بعده نكمل فقراتنا، خليكم مستنيين. اهلا بحضراتكم من جديد. من حوالي يعني 20 دقيقه ابتدى ماتش الاهلي قدام الترجي التونسي في تونس، وحقق اللاعب بيرسي تاو في الدقيقه التاسعه
امام الترجي هدف من تمريره عملها لكهربا من ناحيه الشمال، ويعني حمدي فتحي كمان كان مشترك في الكوره دي بشكل رائع الحقيقه، وصلت بيرسي تاو اللي كان موجود في ناحيه اليمين وانطلق بيها بيرسي تاو لمنطقه الجزاء، وكان هو الجول اللي سجل في الدقيقه التاسعه، وكان حقيقه يعني خير افتتاحيه للنادي الاهلي امام الترجي التونسي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. خلينا نتابع مع حضراتكم ما يحدث في المباراه مع الناقد الرياضي هاني عبد الصبور. مساء الخير عليك، وازاي بتتابع الشوط الاول من المباراه وشايف ازاي اداء الفرقتين؟ مساء الخير على كل الساده المشاهدين. بالفعل ده محرج ذكرت يعني 25 دقيقة من مباراة الأهلي والترجي أو الترجي والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. الأهلي متقدم بهدف دون رد سجله اللاعب بيرسي تاو. طبعا كانت هجمة لصالح النادي الأهلي، هجمة مرتدة. طبعا الأهلي بيعتمد على الهجمات المرتدة، شايفين كولر النهاردة بيأمن وسط ملعبه بثلاثي الدفاع حمدي فتحي وأنيو ديانج ومعاهم مروان عطية، وبيدي حرية بقى لانطلاقات الثلاثي حسين الشحات على الشمال مع علي معلول، والناحيه الثانيه على اليمين بيرسي تاو مع محمد هاني، ومهاجم وحيد كهربا من احدى الكرات وصلت الكره لبيرسي تاو اللي شاطها مباشره، ما فشل حارس الترجي التونسي في التعامل معها عشان الاهلي يسجل الهدف الاول. ومنذ الهدف الاهلي ابتدى يكون يكسر رد فعل بالنسبه للاعب نادي الترجي اللي بتدافع عن كبريائها وبتدافع عن شخصيتها، وبالتالي الاهلي يعني ارتكن شويه للدفاع بحيث ان هو يمنع اي خطوره من لاعبي الترجي، ومستمر في ادائه على الهجمات المرتده واستغلال سرعات اللعيبه اللي موجوده عنده، واللونج باص اللي بيتعمل من مروان عطيه لاحد لاعبي الجناحين سواء بيرسي تاو او حسين الشحات عشان يقدر يطلع بيهم الهجمه بالنسبه للنادي الاهلي. لكن لحد دلوقتي كل الامور تحت السيطره بالنسبه للنادي الاهلي، ومفيش اي خطوره على مرمى محمد الشناوي. تقريبا احنا في الدقيقه 26 ولسه كل الامور طيبه باذن الله. ناس كتير كانت بتتكلم انه يعني وجود الجماهير بالنسبه للترجي التونسي سر قوته وخصوصا في تونس، عدم وجود الجماهير ما اثر ازاي على اداء الترجي لحد دلوقتي؟ طبعا وجود الجمهور، الجمهور هو المتعه والدافع لاي منافسات كره القدم سواء في تونس او في مصر سواء في اي حته في الدنيا. طبعا غياب الجمهور مخلي حتى شكل الملعب بالنسبه لنا كمشاهدين لكره القدم شكله مش في افضل حال. طبعا الترجي بعيدا عن غياب الجماهير هناك برضه ايضا عنده غيابات فنيه وعدد كتير جدا من الاصابات اكيد مأثرة عليه، لان هم مجموعه من اللعيبه الاساسيين دلوقتي في انفراد لكهربا. كهربا اهدر هدف الثاني فرصه يعني شبه انفراد، انفراد محقق بالنسبه لكهربا في الدقيقه 27 تمريره سحريه من بيرسي تاو، كهربا وجها لوجه مع حارس الترجي لكنه يضع الكره بجانب المرمى بغرابه شديده جدا جدا، ضيع فرصه الهدف الثاني. زي ما بقول لحضرتك يعني حتى برضه يعني عشان مش عايزين بس نغفل حق النادي الاهلي ونقول ان الجمهور هو اللي مسهل المباراه على النادي الاهلي. الاهلي سبق لي الفوز اكثر من مره في رادس وسط الجماهير، لكن بشكل عام غياب الجمهور مؤثر على اداء الفريقين بكل تاكيد. توقعاتك لسير المباراه لنهايه الشوط ده؟ تخلص النتيجه كده 1-0 ولا متخيل حاجه ثانيه؟ دول الاهلي قادر على اضافه هدف ثاني باذن الله، ويقدر ينهي المباراه هنا من مباراه الذهاب قبل مباراه العوده. انا اتوقع فوز الاهلي 3 أهداف دون مقابل لو الاهلي ركز في الفرص اللي بتلوح ليه امام مرمى المنافسين. بهدف بيرسي تاو النهارده اعتقد انه كده يعني عامل عدد اهداف في البطوله فارق 7 أهداف تقريبا. صنع يمكن 4 وسجل 3. لا ده كهربا 3 4 ده الرابع او الخامس تقريبا، بس الاحصائيات ما بتبقاش يعني بعد المباراه بنقدر نعمل احصائيات. تقريبا ده الهدف الرابع او الخامس لبيرسي تاو في دوري ابطال افريقيا. انا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي هاني عبد الصبور، وطبعا بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي وبنبارك لكل جماهيره على هذا الهدف، ويمكن ان شاء الله نشوف هدف كمان او يعود الاهلي منتصرا من تونس بهذه النتيجه. نروح مع حضراتكم لموضوع تاني وموضوع غايه في الاهميه الحقيقه، ما بقاش في حد ما بيفكرش فيه، مساله الامن الغذائي، وده عنوان كبير بتقف قدامه كل الدول وكل الامم تعمل حساباتها عليه. امتلاكك للأمن الغذائي هو امتلاك للقرار وامتلاك للمستقبل وحصن بالنسبة لك قدام أي تقلبات سياسية أو تغييرات في الحسابات اللي بقينا بنشوفها من آن لآخر. وده الحقيقة حصل على طول مع أزمة كورونا وهذا الوباء اللي جه للعالم كله وعمل شلل في حركة الاقتصاد، وللأسف كمان بعدها على طول حصلت الحرب الروسية الأوكرانية وشفنا المشاكل الكبيرة والتعطل اللي حصل في سلاسل إمداد الغذاء.
الحقيقة إنه الحاجات دي خلتنا ننتبه، وهذه الإشارات دي خلتنا ننتبه، وخلى بالنسبة لنا يكون شيء أكيد إنه التوجه اللي خدته الدولة المصرية في مسألة تحقيق الأمن الغذائي كان توجه في وقته وفي ميعاده، وكان مهم جدا جدا جدا، لأنه شفنا ده على أرض الواقع. شفناه إزاي؟ شفناه في الأرقام اللي حصلت في محصول القمح، القمح اللي احنا يعني مستوردين ليه بشكل كبير جدا جدا جدا. لكن الحقيقة إنه خلال الثلاث سنين اللي فاتت شفنا الأرقام دي بتتغير على الأرض. نروح كده مع حضراتكم ونشوف كنا فين وبقينا فين من مسألة زراعة القمح اللي هي أساس الأمن الغذائي. نبدأ بسنة 2020، احنا تقريبا زرعنا 3,042,000 فدان، أنتجنا منهم 9,100,000 طن، وده هنا في زيادة حصلت، زيادة 1,000,000 طن عن سنة 2019. لما نوصل ل 2023 فالحكومة السنة دي بتستهدف توريد أكثر من 4 ملايين طن من المزارعين، وده الحقيقة كان ليه مدلول واضح وسريع في مسألة الاستيراد للقمح اللي احنا كنا زي ما اقول بقى اقول لحضراتكم من الدول اللي بتستورده بشكل كبير. وزارة الزراعة كمان اعلنت انه في انخفاض في الكمية اللي احنا كنا بنستوردها من القمح السنة اللي فاتت 2022، النسبة كانت 13% عن السنة اللي قبلها 2021، وده شيء مبشر جدا الحقيقة. اجمالي حجم المستورد من القمح السنة اللي فاتت 9 مليون طن، لما تيجي تقارنه بالكميات اللي استوردناها في 2021 كانت 11 مليون طن، وزودنا مساحة الأرض المزروعة وده السبب، ووصلت لكام؟ ل 3,200,000 فدان، مقابل كان عندنا كام؟ 3,040,000 فدان سنة 2021. طب نيجي نبص على 2023 نشوف الدولة بتستهدف توصل بالمساحة المزروعة للقمح ل 4 مليون فدان، عشان نقدر نوصل لمعدل إنتاجية 3 أطنان للفدان، وده لو احنا بنتكلم على حجم المزروع من القمح. طيب خلينا نشوف ده تم ازاي، مهم جدا اعرف ايه اللي حصل. اكيد حضراتكم سمعتوا عن الحوافز اللي الدولة قدمتها للفلاحين علشان نقدر نحقق الزيادة اللي احنا بنحكي عليها لحضراتكم بالارقام، ازاي نشجع المزارعين انهم يزرعوا قمح ويوردوه في المواعيد اللي الوزارة عايزاه ويلتزموا بده، ويبقى عندنا تسليم 12 ارداب من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى. الحوافز دي مجموعة من الحوافز وافق عليها مجلس الوزراء، وكان منها مثلا على سبيل المثال وليس الحصر مسألة صرف 65 جنيه لكل أرداب كحافز استثنائي للتوريد والنقل عشان يضاف لسعر التوريد اللي بيحدد من قبلها، وده الحقيقة فرق مع الفلاحين بشكل كبير، وكان ده طلب من الفلاحين. وصلنا ل 2023 وكان في توجيهات رئاسية، وشفنا السيد رئيس عبد الفتاح السيسي هو في وسط الفلاحين وبيسمع لطلباتهم، كان في بعدها على طول قرار بحافز اضافي لتوريد القمح عشان يوصل سعر الارداب ل 1500 جنيه بدل ما كان 865 جنيه، وده بيشمل حافز التوريد والنقل. كمان كان في مساله نقاط التجميع والاستلام بتاعه الاقماح، احنا ضفنا 45 نقطه لاستلام الاقماح عام 2022، بقى الاجمالي عندنا كام؟ بقى عندنا 450 نقطه. حوافز تانية كمان تمت زي مسألة الحملات القومية اللي كانت يعني عندها أهداف كده في مسألة الحقول الإرشادية ونفهم الفلاحين الكلام ده، وكمان مسألة الصوامع اللي فرقت بشكل كبير جدا جدا جدا، وصلنا ل 74 صموعة في 2022 مقابل 40 واحدة في 2014، نسبة الزيادة كام؟ 85%. الموسم اللي احنا فيه كمان شهد دخول 6 صوامع حقلية للخدمة، وشهد تطوير 21 واحدة أخرى، وكمان بيشتغلوا على إنشاء 60 واحدة جديدة على مستوى الجمهورية. كل ده وصلنا لزيادة السعة التخزينية للقمح ل 183.3%، دي النسبة اللي زادت بيها. احنا بنتكلم على احنا وصلنا ل 3.4 مليون طن في سنة 2022، مقابل كام في سنة 2014؟ 1.2 مليون طن. في 2023 معدل السعات التخزينيه للقمح وصل ل 5.5 مليون طن، وكمان سجلنا 5 اصناف جديده علشان التغيرات المناخيه اللي احنا بنتكلم عنها طول الوقت، انتاجيتهم وصلت ما بين 19 ل 21 ارداب للفدان. الحقيقه انه
انا بقول لحضراتكم الارقام دي كلها ليه؟ لانه دايما لما بقول لحد ان انا انجزت حاجه، لما بنتكلم عن انجاز الارقام هي خير دليل. فكان مهم جدا ان احنا نستعرض مع حضراتكم قصه النجاح اللي حصلت في محصول القمح، واللي كانت ضروريه جدا جدا بالنسبه لنا مع كمان الازمات اللي شهدناها عالميا. دلوقتي معانا على التليفون اللواء هشام الحصري، مقرر لجنه الامن الغذائي بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب. مساء الخير على حضرتك يا فندم، ومساله الامن الغذائي هي على راس اولويات الحوار الوطني، وبالتاكيد يعني الحوار الوطني يعني جاء مستجيبا لكل ما يخطر ببال الناس في مساله الامن الغذائي، ودي اكيد مساله بتشغل بال الناس. اتقدم لكم اطروحات خاصه بالامن الغذائي، و تم بحث هذه الأطروحات، وفي جلسات خاصة بالحوار الوطني فيما يخص الأمن الغذائي. لو حضرتك تطلعنا عن أهم هذه الأطروحات ومين قدمها، مزارعين، أحزاب؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، تحياتي لحضرتك. والحقيقة حضرتك سردتي الجهود اللي بذلتها الدولة خلال الفترة الماضية من أجل الارتفاع بمعدلات الإنتاج وبكمية الإنتاج الخاصة بمحصول القمح اللي بيعد من أهم المحاصيل بالنسبة للمواطن المصري. الحقيقه انا يعني برضو هكون يعني صريح مع حضرتك في ان يمكن السبب الرئيسي في زياده المساحات اللي بتتزرع دلوقتي هو موضوع السعر، لان المزارع النهارده في الاول والاخر اللي مهنته الاساسيه هي الزراعه محتاج ان هو يكون له دخل يقدر يسد احتياجات اسرته. صحيح. وبالتالي النهارده قبل كده لو جينا نشوف كنا هنلاقي ان العائد اللي بيعود على المزارع من زراعه محصول القمح ما كانش عائد مجزي، وبالتالي ما كانتش المزارع كان بيسعى لانه يزرع زراعات اخرى اكثر ايجابيه في الوضع الاقتصادي من محصول القمح. النهارده مع زياده السعر وارتفاعه اللي اعلنت عنه الدوله وبدات تستلم القمح بيه السنه دي وهو 1500 جنيه، ده يعني يكاد يكون هو السعر العالمي اللي موجود او قريب منه بدرجه كبيره جدا اذا استبعدنا مصاريف النقل البحري والمصروفات اللي بتتم على القمح المستورد. وبالتالي النهارده انا باكد لحضرتك النهارده ان احنا خلال العام القادم ان شاء الله يكون في مساحه، يعني انا بتوقع ان هي لن تقل عن من 300 ل 500 الف فدان الى المساحه اللي كانت مزروعه. زيادة الدخل وفي نفس الوقت توفير الإمكانيات من أصناف جديدة أنتجها مركز البعوث الزراعية ذات إنتاجية عالية. السماد النهاردة الدولة بتوفره بسعر مدعم للمزارع. النهاردة التوسعات الأفقية اللي تمت في المشروعات اللي قامت بها الدولة، ويمكن القيادة السياسية الحقيقة كانت واعية للموضوع ده من قبل ما تحصل جائحة كورونا ومن قبل ما تحدث الحرب الروسيه الاوكرانيه. السيد الرئيس كان يعني حط في خطته ان احنا لازم كانت خطه استباقيه الحقيقه. بالظبط يا فندم، والحمد لله دي افادتنا يعني كتير جدا ان احنا بدانا من بدري، ما بداناش بعد ما حصلت المشاكل اللي تسببت عن نقص امدادات الغذاء وارتفاع اسعار النقل البحري يعني الخلل اللي حصل في موضوع اللوجستيات عمليه النقل. ده كله ان شاء الله في الغالب هيصب في مصلحه المواطن ومصلحه الوطن. صحيح. سياده اللواء، انا كنت بسال حضرتك عن الموضوعات اللي بتخص الامن الغذائي اللي هيتم مناقشتها داخل جلسات الحوار الوطني. سياده اللواء حضرتك سمعنا؟ طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا اللواء هشام الحصري، مقرر لجنه الامن الغذائي بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب. نروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع بعد كده نكمل حلقتنا، خليكم دايما مستنيين. حضراتكم من جديد مستمرين في حديثنا عن الحوار الوطني، ومن احد المحاور اللي بيهتم بها الحوار الوطني على وجه التحديد هو المحور الاقتصادي بجانب المحور الاجتماعي والمحور السياسي. ويمكن احنا النهارده على وجه التحديد هنتكلم مع حضراتكم عن الطروحات الحكوميه في البورصه، ويعني ايه اطرح شركه في البورصه، ده يعني ايه، وايه الفائده الاقتصاديه اللي ممكن تعود على هذه الشركه وعلى الدوله من هذا الطرح، والقواعد المنظمه لده.
هنفهم كل ده مع حضراتكم مع ضيفنا النهارده اللي منورنا في الاستوديو دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. تحياتي، اهلا وسهلا. ببساطه كده علشان نفهم الناس، يعني ايه الشركه تطرح في البورصه؟ وهل ده معناه انه لو دي كده شركه حكوميه فانا ببيعها ولا امتلكها؟ والقواعد المنظمه لده، هل بيدخل رجل اعمال؟ هل بتدخل يعني جهه ما بتشتري اسهم معينه من الشركه دي؟ الحدود اللي ممكن يشتريها حد واحد عشان ما يبقاش هو بيمتلك الحصه الاكبر في هذه الشركه؟ كل دي تساؤلات الناس عايز تفهمها عن مساله الطرح الحكومي في البورصه. هو بدايه مساله انه الحكومه بتبيع او بتتخرج ليست سبه. قد يكون في بعض الفترات من الافضل للدوله ككل، من افضل الوضع الاقتصادي ان الحكومه تتخرج. ومش هنروح بعيد، احنا عندنا وثيقه ملكيه الدوله اللي هي بتحدد قطاعات اقتصاديه الدوله سوف تستمر فيها وقطاعات اقتصاديه الدوله سوف تتخرج سواء كان جزئيا او كليا. وبالتالي لما الدوله بتلجا لطرح شركات حكوميه سواء كان من الشركات المملوكه للقطاع العام او كمان، والحقيقه دي الاضافه الجيده للغايه، انه القوات المسلحه ذاتها الحقيقه ما تمتلكه من شركات الحقيقه عازمه بادوات واليات انها تتخرج من هذا الامر. لانه فكره التخارج ده معناه ان احنا بنتجه او بنسعى لتحقيق مزيد من الكفاءه الاقتصاديه. الكفاءه الاقتصاديه بتقول انه في بعض الفترات قد يكون التخارج افضل، لانه التخارج معناه انه اموال هتسترد مره اخرى، قد يعاد توظيفها واستثمارها مره اخرى. دي فوائد اقتصاديه للدوله. بالتاكيد وللمالك، يعني الحكومه لما تتخارج هتاخد هذه الاموال هتعيد ضخها مره اخرى في الشريان الاقتصادي. نفس الامر فيما يتعلق بالشركات المملوكه للقوات المسلحه، والحقيقه يمكن كانت مفاجاه انه مش بس الشركتين اللي كانوا مطروحين في هذه الطروحات صافي وطنيه، لكن كمان الحقيقه زي ما قال السيد ياسمنكس وزراء انه جاري تجهيز ما يزيد عن 10 شركات اخرى. بالتاكيد المحفظه اللي مقرر طرحها في البورصه متعدده ومتنوعه، لان احنا عندنا 3 بنوك وعندنا شركات في عديد من قطاعات النشاط الاقتصادي. فمبدئيا مساله الطرح في سوق المال مساله هامه للغايه، واحنا الحقيقه يجب ان نعتاد على هذه الثقافه. ثقافه ان انا بعمل شركه وافضل اتملكها على مدار 50 سنه الحقيقه لم تكن هي السياسه الافضل. اخذا في الاعتبار انه يمكن التاريخ هو اللي قال لنا انه عدم الدخول في مزيد من الأطر التنافسية، مزيد من التطور التكنولوجي، مزيد من التطور في مجال نظم الإدارة والحوكمة الحقيقة اللي بيغيب عن التطور بيلفظه التاريخ والواقع. وبالتالي هو ده الحقيقة الهدف الأساسي. احنا المسألة مش بس انه الحكومة طرح برنامج طروحات بيتسق مع وثيقه ملكيه الدوله، لكن الاكثر اهميه انه الحقيقه الحكومه بتبتغي مزيد من الكفاءه الاقتصاديه، وده الحقيقه امر كان يجب ان احنا نكون بنسير عليه على مدار عقود طويله. احنا الحقيقه تاخرنا في هذا الامر على مدار سنوات طويله، لكن ما لا يرجى كله لا يرجى كله. فالحقيقه مساله مهمه جدا انه الدوله بتلجا لهذا الامر، اخذا في الاعتبار انه مش بس فكره ان احنا المالك هيسترد اموال هيعيد توظيفها مرة أخرى، لكن المسألة الأكثر أهمية إن إحنا بنعطي قوة لهذه الشركات اللي بيتم طرحها. طيب بمعنى عشان إيه؟ بس نبقى ماشيين الموضوع ببساطة والناس ما يعني ما تتوهش مننا، لأنه موضوع البورصة والطرح ده موضوع معقد بالنسبة للعام. لو أنا بتكلم على شركة هتطرح في البورصة، الشركة دي هتستفيد إيه؟ شكل الإدارة هيكون عامل إزاي؟ وإيه اللي العوائد أصلا اللي بتعود على البورصة نفسها؟ تمام. بزيادة الشركات المتداولة داخلها. هو ده اللي حقيقة كنت هسترسل فيه، انه طرح الشركات في البورصة بيعطيها قوة. ليه بيعطيها قوة؟ لانه ده الحقيقة على اكتر من مستوى. المستوى الاول هو منصة للتمويل. بمعنى انه قد يكون المالك في بعض الفترات ليس لديه القدرات لضخ مزيد من التمويل في الشركة، وده هيبقى معناه انه بنفتح خطوط انتاج جديدة، بنوظف توظيفات بفرص عمل بيتم خلقها، بنزيد من حجم الانتاج. الانتاج ده لما يدخل للاسواق هيلبي احتياجات، هيشبع رغبات، هيضغط على الاسعار. قد يكون هذا الانتاج يتجه فيما بعد للتصدير، او انه حتى يلبي احتياجات في السوق المحلي، قد يكون احلال محل ما يتم استيراده. فالحقيقه جمله مزايا وفوائد
بين جنيها من لجوء هذه الشركة للبورصة. الأمر الثاني أنه المالك لما بيبقى جهة واحدة فبتبقى عين واحدة هي اللي بتبص وهي اللي بتتابع. لما يبقى المالك أكتر من شخص أكتر من جهة فمعنى كده أنه يبقى فيه 100 عين بتبص وتتابع، وده الحقيقة أمر مطلوب. الأمر الثالث هو نتجه لمزيد من الجوفرنس أو الحوكمة، أنه الشركات حينما تدرك في سوق المال بتبقى أقرب لتطبيق مفاهيم الشفافية والمساءلة والإفصاح، وده بيعطي قوة للشركة. الأمر الرابع أنه البورصة أو سوق المال آلية للتسعير، بمعنى أنه الشركات اللي أداها جيد أسعارها بتتزايد، وده معناه أنه هذه الشركات تتجه لمزيد من المنافسة، وده احنا الحقيقة محتاجينه في كل مؤسساتنا في كل الشركات. انه يبقى قدر المنافسة، قدر القدرة على المنافسة يتزايد، وبالتالي الشركات لما بتطرح في سوق المال ده معناه ان احنا بنديها مزيد من القوة، مزيد من الحصانة علشان تقدر انها تواجه المنافسة، وهذه المنافسة ممكن انها تكون من شركات في الداخل وممكن انها تكون شركات من الخارج، وبالتالي احنا مش بس ان احنا بنعطيها قوة لكن كمان بنعطيها مناعة انها تستطيع ان تواجه اي رياح تأتي ليها من الخارج. فالحقيقة جملة مزايا ومنافع الحقيقة الاقتصاد ككل بيجنيها، ويمكن احنا الحقيقة لدينا انطباعات سيئة عن البورصة، لدينا انطباعات بنخاف او من فكرة ان الحكومة بتبيع او بتتحرك كما لانه الحكومة بتتكب جديد، بل على العكس دي مسألة هامة للغاية، لانه الاحتفاظ بهذا القدر من الاصول ليس مطلوب، أخذا في الاعتبار أنه قد يكون هذه الأصول ليست بتضاد بالشكل الأفضل في الوقت الحالي. وده يا دكتور نقطة مهمة جدا أن احنا نقف عندها ونفهم قصة أصول الدولة، وإزاي مسألة أنه نطرح شركة مملوكة للدولة في البورصة ممكن يفيد الاقتصاد، لأنه ده حصل في دول أخرى وقصص نجاح لشركات كبرى. هنفهم مع حضرتك أكتر الموضوع ده، لكن هستأذن حضرتك نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار حول مسألة الطروحات الحكومية داخل البورصة، ويعني ما يناقش في مسألة الاستثمار داخل الحوار الوطني. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حديثنا مع دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار، وبنتكلم عن الطروحات الحكوميه داخل البورصه وازاي ده ممكن يكون ليه عوائد اقتصاديه ايجابيه. دكتور، يمكن الحديث كمان كان كتير عن شركات قطاع الاعمال واللي ممكن يحدث تغيير داخل هذه الشركات وادائها الاقتصادي بالطرح في البورصه او لمستثمر اجنبي. طب خلينا نأكد على أنه هذه الدولة تحتاج لأرقام كبيرة للغاية من الاستثمارات، سكن محلية أو عربية أو أجنبية. محتاجين ندفع معدل النمو الاقتصادي لما يتخطى ويتجاوز 7% ونقعد عليه فترة زمنية طويلة، علشان إحنا دولة بتواجهها تحدي كبير للغاية وزيادة سكانية، وما لم نستطيع أن نحقق معدل النمو الاقتصادي يتخطى 7% على مدى فترة زمنية طويلة ومعدل يتسم به الاستقرار ويتسم به تنمية في مش بس النمو لكن كمان تنمية، يعني تشمل هذا يشمل هذا النمو كافة قطاعات النشاط الاقتصادي، كافة محافظات مصر، كافة فئات المجتمع، ما لم يتحقق ده هيظل مستوى المعيشة متدني. وعلشان نقدر نحقق معدل النمو الاقتصادي بهذا الرقم نحتاج لأرقام كبيرة من الاستثمارات. احنا الحقيقة عندنا مشكلة انه نسبة الادخال للناتج المحلي بنتكلم 10-12%، وعشان نقدر نحقق مستهدف النمو الاقتصادي اللي يتجاوز 7% احنا محتاجين هذه النسبة تتجاوز 25%، ودي الحقيقة مسألة صعبة للغاية، مسألة يعني تكاد تكون مستحيلة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وبالتالي ما عندناش بديل غير انه استثمارات أجنبية تأتي لنا. ففي النهاية أنا عايز أجيب مستثمر. المستثمر لما بيجي للاستثمار المباشر اللي هو يبتدي يعمل مشروع، يبتدي يدور على حتة أرض، يبتدي ياخد تراخيص، يبتدي يشوف خطوط إنتاج، بتاخد 2-3 سنين. والمستثمر عادة اللي بيجي عشان يستثمر في الاستثمار المباشر عينه دايما بيبقى على الاستثمار المباشر اللي هو سوق المال والبورصة، علشان هو لما يحب يتخارج يبقى عنده آلية أو وسيلة يتخارج. وبالتالي احنا محتاجين هذا المستثمر. وأمر طيب للغاية إنه الحكومة في إطار سعيها لجذب استثمارات سواء كان من الداخل أو من الخارج إنها تطرح عفوا ما لديها من شركات وأصول.
وده حكومة تسدد 70 مليار متهيألي في 2023-2024 زي ما قال دكتور مصطفى مدبولي. ده حلم صعب تحقيقه لانه احنا عندنا مشكله مش في مصر، عندنا مشكله على مستوى الاقتصاد العالمي، احنا عندنا مشكله في حركه تدفق فلوس الاموال على مستوى الدولي. ولكن نتعشم خير انه في غموض من المشهد الاقتصادي العالمي عموما وحاله من عدم اليقين في مساله استثمر فين واحط فلوسي في ايه. صحيح، وبالتالي احنا عندنا مستهدف ان شاء الله نقترب من تحقيقه، لكن المساله الاكثر اهميه من الرقم انه نصل برساله هامه للمجتمع المحلي والدولي فيما يتعلق بمجتمع الاعمال، انه هذه الدوله جاده فيما تعلنه، جاده ولديها قدرات وامكانيات واليات وادوات علشان تفعل الاستراتيجيه العامه للدوله، والدوله الحقيقه بتعلنها، وعلى الرغم ان يمكن خلال السنوات المعدوده الماضيه كان في هناك شك، كان في بعض الشائعات، لا ده الدوله مش جاده، لا الدوله بتطرح وثيقه ملكيه الدوله، بتطرح برنامج طروحات، بتسعى لإيجاد مستثمر. لكن خلينا نشير لمسألة هامة للغاية الحقيقة البعض تناولها خلال الأسابيع الماضية، هي فكرة البطء. وخلينا نوضح مسألة هامة أنه مش معنى تأخر التنفيذ الفعلي للطروحات أنه الحكومة متخاذلة، لا، هو فكرة الطروحات بتاخد وقت. ليه؟ لا، مش بس من جانب الحكومة، هي بتاخد وقت من جانب المستثمر، لأن بيدرس الموضوع، مش بيدرس على أكتر من مستوى. المستثمر لما بيجي يشتري شركة بيعمل فحص فني، والفحص ده بياخد وقت، مش فحص بس على مستوى الشركة، على مستوى القطاع وعلى مستوى الوضع الاقتصادي ككل، وفي عدة أمور بيبص عليها، اتجاهات سعر الفايدة، اتجاهات سعر الصرف، بيتكلم على المشهد الاقتصادي. هل أنا كدولة ممكن أقدم حوافز معينة في هذا الاتجاه، أو الحوار الوطني بيتحدث عن حوافز أخرى مختلفة تطرح داخل جلسات الحوار الوطني في مسألة أنه يعني نسرع وتيرة الاستثمارات؟ بالتأكيد في مبدئيا في محفزات موجودة في التشريع اللي موجود، سواء كان قانون سمارت أو قانون المناطق الاقتصادية أو قانون الشركات أو غيره. في مجهود بيبذل في إطار مش بس البنية التشريعية اللي قطع فيها شوطا كبير، لكن كمان في إطار البنية التنظيمية. يعني خلينا نشير للمراكز خدمة المستثمرين، مراكز التكنولوجيا اللي هي الدولة بتبذل فيها مجهود كبير وعازمة على أنه هذه المراكز تنتشر في كافة محافظات مصر. بنتكلم على الآلية الخاصة بالتعامل مع المشكلات اللي بتواجه المستثمرين، وهذه الآلية هي اللي بتتبع شخصيا السيد رئيس مجلس الوزراء. لكن خلينا نشير إلى أنه البنية التنظيمية على الرغم مما يبذل فيها من مجهود، بما فيها موضوع رخصة الذهبية اللي هي فتح باب كبير أمام مجتمع الأعمال علشان يسرع من الخطى في إطار ضخ فعلي للاستثمارات، دي كلها مسألة متكاملة. لكن أيضا خلينا نأكد على أنه هيظل الشكوى فيما يتعلق بالاستثمارات شكوى دائمة مستمرة، يعني ما هيجيش، ويجب العمل على جميع المعوقات في هذا المجال. صحيح، ومش هيجي يوم اللي ما يبقاش فيه مشاكل أو شكاوى. بس أنا لو عندي معوقات فأنا بقدم حوافز للمستثمر اللي جاي، المفروض وأنا شغال على المعوقات هذه الحوافز تفوق هذه المعوقات فيستثمر عندي في الآخر. الأمور الطيبة أنه نوعية المشاكل اللي بتواجه المستثمر بتتغير من وقت للتاني. ومعنى كده إيه؟ معنى كده أنه الحكومة بتتعامل مع المشكلات اللي كانت موجودة قبل بجدية، وكون يبقى في مشاكل جديدة بتظهر ده برضو أمر طيب، ويبقى احنا في إطار تنافس، لأن احنا موجودين في منطقة وفي العالم كله الحقيقة في سباق محموم على المستثمرين، على رجال الأعمال بكل تأكيد، وبالتالي يبقى أمر منطقي أنه يبقى في مشاكل. هي الفكرة مش أنه فيه ولا ما فيش مشاكل، هي الفكرة أنه إلى أي مدى الدولة بتتعامل مع هذه المشاكل بالسرعة المطلوبة علشان تنهيها. وأتصور أنه خلال السنوات المعدودة الماضية مش بس أنه الدولة بتتعامل مع أو الحكومة بتتعامل مع ما يطرح من مشاكل، لكن خلينا نشير لمزايا موجودة داخل الاقتصاد المصري، وهذه المزايا أتصور أنها مش موجودة في العديد من الدول المنطقة. بنتكلم على سوق متسع، بنتكلم يتجاوز 100 مليون، بنتكلم على دولة بيربطها اتفاقيات إقليمية ودولية، دولة موجودة في منطقة بحكم الاتفاقات اللي موجودة سواء كان داخل القارة الأفريقية
باللي عملته مصر في ضم التكتلات الافريقيه بالمناسبه كوبيسا وسادك وشرق افريقيا، بنتكلم على الاتفاقات الموجوده في المنطقه العربيه، بنتكلم على مصر هب او مركز لجذب استثمارات تخدم على سوق قوامه 1.5 مليار، وبالتالي دي دوله مهمه، دوله بذلت مجهود ضخم خلال العوام الثمانيه الماضيه في اطار اعاده بناء القدرات في كافه المشروعات القوميه اللي تم تنفيذها. اصبح لدينا قدرات تلبي احتياجات المستثمرين لعشرات السنوات القادمه، وده مش موجود في العديد من دول العالم. هذه البنيه الاستثماريه القويه اللي مصر عملتها خلال السنين اللي فاتت، اللي احنا منتظرينه انه يتم يعني استخدامها الاستخدام الامثل، وطرح يعني جديد داخل الحوار الوطني لكل ما يقف امام المستثمرين للدخول في السوق المصريه، وده اللي هنتابعه مع حضراتكم من خلال جلسات الحوار الوطني، ونامل في انه احنا نسمع اطروحات جديده تغير سوق الاستثمار وتغير المؤشر الاستثماري لمصر في المنطقه والعالم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. كده مشاهدينا وصلنا لآخر حلقتنا، ويعني نسيبكم مع كريم رمزي وتابعوا معاه كل فنيات مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي، والأهلي لحد دلوقتي متقدم بهدف أمام الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. دايما نشوفكم على ألف خير.